يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون إن عباد القبور معذورون لأن هناك من علماء الضلال من يفتونهم لأن ما هم عليه، لكن هناك من علماء الحق من ينهاهم ولم يستجيبوا. يا أخي لا تصير جاهل تقول عندهم علماء ضلال، عندهم علماء حق أيضا، عندهم علماء حق لكن لا يقبلون. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله ما ترك لأحد حجة ولا ترك لأحد عذر. نعم.